الاعتصام اسقاط قانون التظاهر والافراج عن كل المعتقلين. احنا كنا عملنا قبل كده اعتصام سابق وعلقناه على اساس انه القوى السياسيه عملت اسبوع لاسقاط قانون التظاهر. كان من ضمن الاسبوع ده اعتصام تاني يوم 22، هو امبارح، اعتصام نسائي، وده ضمن الاطار بتاع اسقاط قانون التظاهر والفعاليات اللي تبنتها القوى السياسيه. امبارح عملنا الاعتصام فعلا، وده تاني يوم ليه، وهنعلقه بكره ان شاء الله، لانه الاخوان اعلنوا ان هم نازلين يوم 25، فهنعلق الاعتصام يوم نزولهم، وهنرجع تاني مع القوى السياسيه كلها في مسيره يوم 26 لهنا للاتحاديه.